الديالي ديالي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا داخل الوطن خارج الوطن وان شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه خفيفه وضريفة صراحه غنشارك معكم ديسير ديال الخضره ودانون اللي كنعمل انا كيف كتعرفوا البنات الدراري يعني الاطفال الصغار وليداتنا ما كيبغيوش ياكلوا الخضره أه ديسير هكا ولكن يعني بهاد الطريقه كياكلوها وكتعجبهم بزاف هاد الطريقه وساهله مهله أه نخليكم مع المقادير ان شاء الله وما تمشيوش فين كملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه طريقه زوينه وسهله يعني في 10 دقائق يمكن لك توجدي الديسير ديالك بلا تعب بلا تمارة أو البنات عندي هنا آه الخضره آه كيف كتشوفوا معايا عندي آه الاجاس والتفاح و... وكيوي والتشين وعندي هنا آه البسكوي ديال ماريا يعني البسكوي ديال الاطفال وغادي نسمها ب بمعلقه ديال الشوكولا ندير معاها معلقه ديال الشوكولا باش يعطي لها ديال الشوكولا كيف كتعرفوا يعني الاطفال كيبغيو الشوكولا كيبغيو الشكلاط بزاف وحتى حنا الكبار كنبغيو كيعجبنا الشوكولاط حتى حنايا آه ها انتم كيفاش كتولي بعد ما آه خلطت معها الشوكولا مزيان آه ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نوجدوا الخضره ديالنا نقيوها بالمقشور وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم آه آه راني راني متاكده مية في المية غادي تعجبكم بزاف وغادي تشكروني عليها حيت ما فيهاش تمره وما كاينش آه تمشي تجيبي شي حاجه من الحانوت يعني كلشي كيكون في الدار عندك واخا عندك غير خضره قليله ولا آه دانون ديال الدرهم انا آه نستعمل دانون ديال الدرهم يعني هذا هو اللي متوفر عندي يعني اي حاجه يمكن لينا نديبانيو بها ماشي مشكل نمشيو نشريو و نديرو يعني اي حاجه نقضيو بها الغرض اوكي البنات غادي نقشر التفاح و, و... ديالنا والكيوي والتشين يعني هاد الخضره هاد الخضره كنخلطوها كتجي زوينه مع بعضياتها كتعطي واحد المذاق زوين بزاف وبالنسبه للفيتامينات راكم عارفين يعني الديسير فيه بزاف ديال المنافع خصوصا الاطفال ديالنا صغار حتى هما ما كيبغيوش ياكلوا هكا يعني الديسير ما كيبغيوش ولكن هاد الطريقه كتعجبهم يعني فيها الشوكولات فيها دانون فيها بزاف ديال الحوايج غادي نستمر بتقطع هكا التفاح ديالي كنقطعو هكا صغير يمكن لينا نقطعوه يعني صغير بزاف باش يجينا زوين بزاف يندمج مع بعضياتهم يمكن لكم تضيفوا البنان اللي, اللي متوفر عندكم يعني اي خضرة عندكم يمكن لكم تضيفوا الرمان يمكن لكم تضيفوا اي حاجة عندكم في الدار يمكن يمكن لكم تضيفوها يعني الخضرة الرمان البنان يعني اي حاجة متوفرة عندكم في الدار يمكن لكم تضيفوها انا هنا اكتفيت يعني داكشي الشي اللي كان عندي في الدار ذاك الشي اللي درت وكالبنات غادي نستمر بهالطريقة تنسى لي الخضرة ديالي وغادي نخلطها مزيان مع بعضياتها والكيوي كيعطي كي واحد المذاق زوين لهاد لهاد الوصفه يعني فيه واحد الحموضيه كيعطي كي لها واحد المذاق زوين بزاف اوكي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه حتى الكميه ديالي ونشوفوا طريقه التزيين ها هنا البنات بعد ما ساليت الكميه ديالي اللي عندي خلطها مزيان مع بعضيات مع بعضياتها وداك الماء ديال التشين يعني كيعطيها كي واحد اللذه زوينه بزاف يعني كنخلطوها هكا آه كل يعني كلشي الخضره وغادي نضيفوها في هاد في الزلايف يمكن لكم تعملوا الكيسان يعني الاختيار آه كيبقى كي لكم يعني كل واحد و وفاش كيبغي يقدم انا عملت هاد الزلايف هادو ديال الزاج اوكي غادي نعمر يعني آه الكميه صغيره في آه في الزلايف ومن بعد غادي نضيف البسكويت ديالي غادي نعمر مزيان الزلايف آه بالخضره يعني كنعملو الخضره آه الاولى كيفاش كتشوفوا معايا كدوها مزيان كتجي زوينه البنات والله الا غزاله انا كتعجبني بزاف ما وغادي نضيف البسكويت ديال ماريا أه درت فيها معلقه ديال الشوكولا وخلطها مزيان غادي نعمرها كامله إني في الطريقة فيها يعني في الكيسان غادي نستمر بهالطريقه البنات ثقوا فيا والله العظيم يعني في 10 دقائق غتوجدي الديسير ديالك يعني تبرعي ولادك والزوج ديالك و يعني على حسب الكميه اللي على حسب الاشخاص اللي كيكونوا كي في الدار انا هنا ربعة بينا <applause> ربعة بينا عملت ربعة ديال الزلايف اوكي غادي نستمر بهذه الطريقة ومن بعدها غادي نضيف الخضرة هانتوما ها البنات ساليت كمية عالية. ودابا غادي نضيف آه الخضره من الفوق آه داك الماء ديال آه داك العصير ديال, آه ديال آه البرتقال كيدخل في البسكويت ديالنا وكتجي مذاق رائع جدا رائع وك البنات غادي نستمر بهذه الطريقه تنسالي الكميه دي اللي عندي كامله وغادي نرجع معكم نضيفو دانون ان شاء الله وغادي نكملو التزيان ديالنا يعني مكونات بسيطة يمكن لكم تخدمي بهم يعني ماشي ضروري انني نجيب كل شي عاد ندير شي حاجة اي حاجة متوفرة عندي في الدار نحيد العجز <applause> ون... ونقضي باللي كاين هكا البنات غادي نستمر بهاد الطريقة تنسالي الكمية اللي عندي انتم البنات كيفاش كتشوفوا معايا دائما البنات كيعجبني نشارك معكم اي حاجه صغيره ولا كبيره كيعجبني نشاركها معكم يعني كان فرح من كان نشارك معكم شي حاجه حتى انا كيعجبني من كان نشوف شي حاجه كنستافد بها علاش لا ما من بعضياتنا يعني انا انا نستافد منكم وانتم تستافدوا مني غادي نضيف هكا الدانون ديالنا انا عملت هنا دانون ديال ديال الدرهم كم تعملوا دانونه كبيره آه، انا ما كنفض كيعجبني دانون غير شويه ماشي بزاف ما كيعجبنيش ندير بزاف ديال دانون اوكي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه تنسالي الكميه ديالي ونعاود نرجع معاكم نكملوا التزين ديالنا آه، صراحة صراحه البنات والله العظيم الا آه، اي حاجه كنديروها والا كان كن، كن، كنستافدوها بها كامله كيعجبنا نستافدوا مع بعضياتنا يعني انا نستافد منكم نتوما تستافدوا مني يعني كلنا كنتعلموا كلنا كنبغيو نديرو شي حاجه جديده ها نتوما البنات <applause> ما عرفتش اسمو كنقلب في ديك القدوحه ديال دانون <applause> اوك البنات غادي نستمر بهذه الطريقه وتنسى لي الكميه ديالي ونعاود نرجع معاكم هانتوما غادي نساليو الكمية ديالنا بقى لنا واحد وغادي نساليو ان شاء الله وغادي نمشيو لتزين ما تنسوش البنات الا عجب لكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك ما تنسوش اللايك ما تنساوش آه شي كومونتير يكون زوين في هاد الديسير صراحه لكي كيوجد في 10 دقائق وكنشكر اي واحد يعني دعمني واي واحد تفعل معايا بعد ما سالينا الكميه ديالنا ديال دانون وغادي ان شاء الله غادي نزينو بالشوكولات يعني اي شوكولات كان توفر عن... اي شوكولات متوفر عندكم انا يعني متوفر عندي هذه اه تويكس غادي نحاول نقطعها قطعة صغيره وغادي نزين بها ديسير ديالي تا العين كتاكل مي من كتشوفي شي حاجه زوينه هكا زينتها يعني كتجي شي حاجه زوينه بزاف يعني تا كناكلو بعينينا اكثر من من الكريشه ديالنا و كالبنات غادي نستعمل بهاد الطريقه غادي نقطع هكا هاد تويكس اللي عندي هاد الحبات ديال تويكس يمكن لكم ديروا ماروخه يمكن لكم ديروا يعني بسكوي هكا ديال الشوكولات ولا يعني اي حاجه يمكن لكم تزينوا به يعني تزين كافي كراو انا متوفره عندي هاد الشوكولاته وغادي ندير نزين بها الكيسان ديالي ولا الزلايف ديالي كنزينوها بهاد الطريقه يعني كل واحد حر في, في التزيين اللي بغا بنات غادي نستمر بهاد الطريقه تنسى الكميه ديالي وغادي نرجع معكم تشوفوا معايا الشكل النهائي هانتوما زينتها ب بطريفه ديال الكيوي يمكن لكم تزينوها بطريف ديال البنان ولا يعني ديال الفريسة إلا إلا متوفرة يعني أي حاجة متوفرة عندكم في البيت كيف قلت لكم أنا داكشي اللي متوفر عندي في البيت كندي كنقضي بيه أوكي هادوك فتاتي الفتات ديال الشكلاط قطعتهم هكا صغارات وفتتوهم هكا الفوق من فوك من من الزايف ديالي هانتوما سالينا الكمية ديالنا هانتوما البنات الشكل النهائي كيجي زويون بزاف وكيجي انيق يعني روعه يعني كي كيعجب الدراري صغار بزاف وحتى الكبار كيعجبهم بزاف يعني انا هاد الديسير ما صراحه ما ما يحتاجش انا ندير الديسير اللي فيه بزاف ديال المقادير يعني ديسير فيه جوج ديال درهم اقضي به الغرض اوك البنات نتمنى يعجبكم الفيديو الا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وواحد الكومونتير يكون زوين شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى يعني بزاف بزاف ديال التعليق كيوصلوني بزاف ديال الميساج كيوصلوني كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم نتمنى نكون خفيفه على كل فيديو الم... الى الفيديو المقبل ان شاء الله الى اللقاء مع السلامه